مدخل لدراسة الاقتصاد هو عنوان مادة الاقتصاد التي تدرس للطلبة طلبة السنة الأولى. وقبل ذلك يمكن أن نتطرق إلى أصل الكلمة وتطورها، أي أن كلمة اقتصاد هي كلمة مركبة من كلمتين إغريقيتين اللي هما إيكوس ونوموس. فالكلمة الإغريقية الأولى تعني البيت، والكلمة الثانية يعني نوموس تعني القانون. فالاقتصاد كان يعني في بدايته إذن ما يسمى بقانون أو قوانين تدبير شؤون البيت. نحن نتكلم عن ما يسمى بالفترة ديال القرن الخامس والرابع قبل الميلاد، حينما كانت الأنشطة الاقتصادية تتم مثلا في إطار مثلا أنشطة العائلات. لذلك ظهرت كلمة اقتصاد لدراسة تدبير شؤون البيت أو تدبير شؤون العائلة. فيما بعد يعني في القرن السابع عشر أضيفت إلى كلمة الاقتصاد كلمة السياسي، واستعملت لأول مرة من طرف الاقتصادي الفرنسي أنطوان دو مونكريتيان في 1615، وتعني يعني الاقتصاد السياسي أصبحت تعني دراسة تدبير شؤون الدولة الاقتصادية. وفي منتصف القرن الثامن عشر أصبحت كلمة الاقتصاد السياسي أو مصطلح الاقتصاد السياسي أصبح يعني علم الاقتصاد. ما هي أهمية دراسة الاقتصاد؟ إذن نلاحظ بأن جل التخصصات في التكوين الجامعي يعني يتلقى بعض الطلبة لتخصصات أخرى لدراسة الاقتصاد، وذلك لأهميته إن على المستوى الفردي أو على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. فمثلا على المستوى الدولي، على المستوى الفردي، نجد بأن كل فرد داخل المجتمع هو معني بدراسة الاقتصاد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. لماذا؟ لكون أن كل فرد يعني لديه يعني نفقات يؤديها، يعني يسعى إلى تحقيق مثلا دخل أو بعض النقود لكي يقوم بعمليات شرائية إلى غير ذلك. وبالتالي فكلنا معنيين مثلا بدراسة الظاهرة الاقتصادية أو المظاهر أو الظواهر الاقتصادية. على المستوى الوطني كذلك هناك اهتمام كبير، نظرا لكون أنه في كل دولة يجب احتساب ما يسمى بالنمو الاقتصادي، وتسعى كل دولة لتحقيق أعلى مستوى من هذا النمو. وهذا المسعى هو يتطلب تدبيرا وجهدا كبيرا لتحقيق هذا المستوى الوطني، هذا المستوى من النمو على المستوى الوطني. كذلك على المستوى الدولي نلاحظ كذلك بأن العلاقات ما بين الدول هي علاقات مصالح، وبالتالي فكل دولة تسعى إلى تحقيق أعلى مستوى من الدخل عبر مثلا المبادلة التجارية مع الخارج إلى غير ذلك من الأمثلة التي يمكن أن نعطيها لتبيان أهمية دراسة الاقتصاد. تعريف علم الاقتصاد، هناك عدة تعاريف، ونبدأ بالتعريف الأول أو أول تعريف أعطي لعلم الاقتصاد هو علم الثروة. وهذا التعريف أعطي من طرف الاسكتلندي الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث في القرن الثامن عشر في كتابه ثروة الأمم. وقد ظهر هذا التعريف يعني في مرحلة أصبح فيها الاقتصاد كعلم، ولكن بالتحديد حينما في مرحلة كانت هناك تتنافس الدول الكبرى من أجل تحقيق أعلى مستوى من التطور، وبالتالي تحقيق أعلى مستوى من الثروة، وهي المسعى الذي أدى إلى الاستعمار والإمبريالية الرأسمالية. هذا التعريف يمكن انتقاده لكونه نوعا ما يعني يعطي تعريفا بكون أن الاقتصاد يهتم فقط فيما يسمى
المنتوجات المادية، في حين أنه يعني لا يأخذ بعين الاعتبار بأن الثروة تكمن ليس فقط فيما هو مادي، بل كذلك فيما هو غير مادي، أي نتكلم كذلك عن ما يسمى بالخدمات، والخدمات هي جزء من الثروة داخل المجتمع. هناك تعريف آخر هو علم الندرة، وهذا التعريف هو يرتكز أساسا على التناقض الموجود بين ندرة الموارد وكثرة الحاجيات أو ضعف المداخيل. لذلك فعلم الاقتصاد هو يعرف كدراسة للبحث في أنجع الطرق للتوفيق بين الموارد المحدودة وكثرة الحاجيات، وبالتالي فإنه تعريف يسعى إلى استحضار ما يسمى بالرشادة والعقلانية في تدبير الشأن الاقتصادي، أي أن الأشخاص داخل المجتمع يجب عليهم أن يكونوا كلهم عقلانيين ورشيدين في يعني تصرفاتهم الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالعائلة في إطار عملية الاستهلاك أو المقاول في إطار عملية الإنتاج. إذن الكل معني بالعقلانية والرشادة، وهذه العقلانية والرشادة تتم على أساس استعمال يسمى بالحساب الاقتصادي. فمثلا إذا أخذنا العائلات، فلكي تكون عقلانية ورشيدة في تصرفاتها الاقتصادية يجب على كل عائلة أن تستعمل الحساب الاقتصادي للمستهلك، أو ما يسمى حساب الاقتصادي لدى المستهلك، وهو تحقيق أعلى مستوى من الإشباع بأقل مستوى من النفقة أو أقل مستوى من الدخل. كذلك هناك ما يسمى بحساب المنتج، أي أن كل مقاول يجب عليه أن يستعمل هذا الحساب الاقتصادي، وهذا الحساب الاقتصادي هو الذي يجعله يحقق أعلى مستوى من الربح بأقل مستوى من تكلفة الإنتاج. إذن هذا التصرف يرتكز أساسا على العقلانية والرشادة باستعمال الحساب الاقتصادي. علم المبادلة وهو تعريف يعني يحصر العمليات الاقتصادية في عملية المبادلة، وهذا التعريف هو انتقد بشكل كبير نظرا لكونه يحصر فقط الأنشطة الاقتصادية في تبادل المنتوجات بين الأشخاص، في حين أن الأنشطة الاقتصادية هي لا تتمثل فقط في عملية المبادلة، ولكن كذلك في عدة عمليات، ومن بينها عمليات الإنتاج، عمليات التوزيع والاستهلاك. ثم أن هذا التعريف يبقى ناقصا نظرا لكونه لا يهتم ببعض المجتمعات التي لم يتواجد فيها المبادلة أو عملية المبادلة. إذا أخذنا على سبيل المثال هناك المجتمعات البدائية التي كانت تعتمد على ما يسمى بالاستهلاك الذاتي، أي أن الإنسان ينتج ليستهلك منتوجاته، أو بعض المجتمعات الحديثة مثل مثلا المجتمعات الاشتراكية التي لم تكن فيها عملية التبادل. هناك كذلك التعريف الموالي اللي هو علم الاقتصاد، علم يدرس القوانين الاجتماعية التي تحكم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية لإشباع الحاجات البشرية. وهذا التعريف هو تعريف ينبني أساسا على وجود علاقة جدلية تربط بين علاقة الإنتاج وقوى الإنتاج داخل النظام الرأسمالي. هذا التعريف هو تعريف ماركسي يرعى فيه الظروف التي تختلف حسب تطور المجتمعات، وهو تطور يتم على أساس قوانين تحدد وسائل الإنتاج، أي أنه يرتكز أساسا على العامل المادي أساسا. هناك تعريف لعلم الاقتصاد يرتكز أساسا على أنه علم يدرس الإنتاج، التبادل، التوزيع والاستهلاك، وهذا التعريف هو مقبول نوعا ما نظرا لكونه يكمل التعريف السابق الذي يحدد الأنشطة الاقتصادية فقط فيما هو مبادلة، نظرا لكون أن هذا التعريف هو
نجد فيه الارتكاز كذلك على الإنتاج، ومرحلة الإنتاج هي من أهم المراحل، لأنه بدون الإنتاج لا يمكن أن يكون هناك تبادل. ثم هناك مرحلة التبادل التي تكلمنا عنها سابقا، أي مرحلة تداول السلع بين المنتجين والمستهلكين. أيضا يتكلم عن مرحلة مهمة، هي مرحلة التوزيع، لأن مرحلة التوزيع هي مرحلة تقسيم المداخيل على المساهمين في عملية الإنتاج، وهي من أهم ما يمكن أن ندرس في علم الاقتصاد، لأن التوزيع يتم في إطار ما يسمى بالنزاع الطبقي داخل المجتمع. ثم أخيرا مرحلة الاستهلاك، وهي مرحلة استعمال المنتوجات من أجل إشباع الحاجيات. ما يمكن أن نستنتجه بأن هناك عدة تعاريف لعلم الاقتصاد، ويرجع هذا بالأساس إلى وجود عوامل يعني إيديولوجية، وعوامل يعني ترجع إلى أساس أن كل مدرسة اقتصادية تحاول نوعا ما أن تعطينا تعريفا معينا يخدم العامل الإيديولوجي التي ترتكز عليه كل مدرسة اقتصادية معينة. وبالتالي يمكن القول بأن هناك تعدد لتعاريف علم الاقتصاد بتعدد النظريات الاقتصادية وبتعدد المدارس الاقتصادية. علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى، هناك عدة علاقات تربط الاقتصاد بعدة علوم، وهنا يمكن الكلام عن علاقة علم الاقتصاد بالتاريخ، بالجغرافيا، بعلم الاجتماع، بالرياضيات إلى آخره. فإذا أخذنا العلاقة الأولى، علاقة علم الاقتصاد بالتاريخ، فهنا نجد بأن هناك علاقة مميزة، نظرا لكون أنه مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال ذلك الارتفاع المهول في الأثمان التي عرفته أوروبا في القرن الرابع عشر، فهو ارتفاع لا يمكن أن نفهمه دون الرجوع إلى ظاهرة من مظاهر التاريخ، ألا وهو اكتشاف العالم الجديد، لأن الأوروبيين وبالأخص الإسبان والبرتغال حينما اكتشفوا أمريكا قاموا بتحويل كميات كبيرة من الذهب والفضة إلى أوروبا، وبعد ذلك ارتفع مستوى الأسعار نتيجة تداول كميات كبيرة من الذهب والفضة. كذلك حينما نلجأ إلى وضعية العالم الثالث، فلا يمكن مثلا أن نفهم وضعية التخلف في هذه المنطقة في العالم دون الرجوع إلى مرحلة الاستعمار، مرحلة الاستعمار التي عرفتها دول العالم الثالث، بحيث أن كان هناك يعني استغلال للثروات الطبيعية وحتى للبشر، للإنسان داخل هذه الدول من طرف الدول الأوروبية المتطورة. وبالتالي هذا من بين الأسباب التي يمكن أن تفسر وجود مستوى من التخلف داخل هذه البلدان. علاقة علم الاقتصاد بالجغرافيا، هناك كذلك علاقة وطيدة بين الاقتصاد والجغرافيا، نظرا لكون أن الثروات الطبيعية هي يعني موزعة في العالم حسب المناطق. فإذا أخذنا مثلا دول الخليج أو منطقة الخليج، هي منطقة غنية بمادة البترول. إذا أخذنا مثلا المغرب، فهو يتميز بوجود ثروة من الفوسفات إلى غير ذلك. وبالتالي فهناك يعني علاقة لها أهمية في للاقتصاد بالجغرافيا، لفهم مثلا تواجد بعض المقاولات أو انتشار بعض المقاولات أو بعض الأنشطة الاقتصادية في دول معينة. كذلك الشأن حينما نتكلم عن توزيع ساكنة العالم، فكلنا نعلم بأن الدول الآسيوية هي دول يعني مرتفعة النمو الديموغرافي. إذا أخذنا على سبيل المثال
الصين مثلا أو إندونيسيا أو غيرها من الدول. هذا يمكننا من شرح مدى علاقة مثلا ارتفاع مستوى التطور بمستوى وجود ما يسمى بالرأسمال البشري التي استغلته استغلالا جيدا دولة مثل الصين. ثم هناك كذلك الوضعية الاستراتيجية لبعض الدول وأهميتها في عملية اللوجستيك، هي كذلك تبين لنا مدى العلاقة الوطيدة بين الاقتصاد والجغرافيا. ثم هناك علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع، فنحن نعلم بأن علم الاجتماع يدرس مراحل تطور المجتمع ويدرس كذلك مكونات المجتمع، وهي كلها عناصر ترتبط بالاقتصاد. فمراحل تطور المجتمع هي مراحل لها أهميتها في دراسة يعني اختلاف مستويات التطور الاقتصادي داخل مختلف البلدان. كذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار دور الأقليات في اقتصاديات بعض الدول، فنحن نعلم بأن الدول الأوروبية حاليا تستفيد بشكل كبير من وجود أقليات تنتمي إلى دول العالم الثالث. وسوف تكون لنا هنا وقفة في دراستنا لبعض الفقرات في المقرر. علاقة علم الاقتصاد بالرياضيات هذه ترجع إلى وجود العمليات المحاسباتية في التدبير، سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو حتى بالنسبة للمقاولات العمومية، أي المقاولات التابعة للدولة. فبدون القيام بعمليات محاسباتية لا يمكن أن نقوم بعملية التدبير داخل المقاولات الخصوصية أو المقاولات العمومية. وهذا يبين مدى أهمية الحساب أو الرياضيات في التسيير الاقتصادي. وبالتالي هناك علاقة وطيدة بين علم الاقتصاد والرياضيات. كذلك هو الشأن بالنسبة لعملية القروض والإيداعات البنكية، فهي عمليات تتم في على أساس عمليات حسابية مثل مثلا تحديد نسبة الفائدة وغيرها. هناك كذلك علاقة علم الاقتصاد بالقانون، فنعلم بأن العمليات التجارية التي تتم بين الدول هي تتم في إطار اتفاقيات دولية، وهذه الاتفاقيات تنبني أساسا على وجود مجموعة من القوانين، وكل دولة هي مجبرة على احترام هذه القوانين. كذلك بالنسبة على المستوى الفردي نجد بأن هناك عقود تجارية تتم بين الأفراد وبعض المقاولات، سواء تعلق الأمر بالمقاولات المنتجة للمواد أو للمقاولات البنكية. مثلا هناك اقتراض وهناك عملية إيداع أموال، وهذه العمليات هي تتطلب احترام مجموعة من القوانين التي يكون فيها الفرد أو المقاولة مدعو إلى الخضوع لها. أخيرا هناك كذلك مثال آخر، قانون الأسعار. فهناك منتوجات التي لا يمكن بيعها بأثمنة السوق، بل يجب بيعها بأثمان تحددها مثلا السلطات العمومية. وهنا يمكن أن نعطي مثالا عن ذلك فيما يخص مثلا بالمنتوجات المدعمة من طرف الدولة. هناك كذلك علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس، فنجد بأن هناك من بين الأمور التي يمكن الانتباه إليها هو أن هناك عامل المخاطرة مثلا في عملية التدبير أو في المنافسة. عامل المخاطرة هو يعتبر من العوامل التي يمكن أن تميز الدول المتطورة بخلاف الدول المتخلفة. فالمقاول في الدول المتطورة هو يتعامل وفق عامل المخاطرة، في حين أنه في الدول المتخلفة نجد بأن الناس مثلا
لا يقومون بعمليات استثمارية إلا إذا كان هناك ما يسمى بالربح السريع. ثم هناك عامل آخر، العامل النفسي، ألا هو المصلحة الذاتية في التصرفات الاقتصادية، كما ذكر ذلك الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث حينما يتكلم عن أن المصلحة الذاتية أو كل شخص داخل المجتمع هو يتصرف تصرفا اقتصاديا وفق مصلحته الذاتية، وهنا عامل الذاتية له أهمية كبيرة في المعاملات الاقتصادية. ثم هناك علاقة علم الاقتصاد بالسياسة، نجد بأن هناك علاقة وطيدة كذلك بالسياسة، نظرا لكون مثلا إذا أخذنا تشكيل حكومي معين فإن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة هي سياسة تكون ترتكز أساسا على المذهب الذي يعتمده الحزب السياسي ذو الأغلبية داخل الحكومة، وقد رأينا عدة أمثلة في ذلك في بعض الدول المتطورة، كيف كان الحزب الاشتراكي في فرنسا مثلا يعتمد على تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية في إطار السياسات الاقتصادية. هناك كذلك النزاعات السياسية والحربية في الشرق الأوسط، هي نزاعات تؤثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية في العالم، لذلك أصبحنا نتكلم بالإضافة إلى البورصة التجارية أصبحنا نتكلم عن البورصة السياسية. فبعض الأحداث الاقتصادية هي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على مجريات الأحداث الاقتصادية. ثم هناك يمكن أن نعدد الأمثلة في وجود مثلا العقوبات الاقتصادية أو المقاطعة التجارية، وهي كلها يعني وضعيات يعني تخضع للعوامل السياسية. أخيرا هناك علاقة علم الاقتصاد بالدين، فهناك معاملات اقتصادية يجب الانتباه إليها في بعض الدول التي تدين بدين معين، فنعلم كلنا بأنه في المجتمعات الإسلامية هناك كثير من الناس من لا يتعامل مع الأبناك في إطار ما يسمى بالربا، والربا هي عملية يعني محرمة في الإسلام، وبالتالي فدارس الاقتصاد في البلدان الإسلامية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا العامل الديني. كذلك إذا أخذنا مثالا آخر في الهند، نجد بأن المختص في الدراسات الاقتصادية إذا ما أراد أن يقوم بدراسة الاقتصاد الهندي يجب أن يراعي عامل عبادة البقر في الهند، أي أن البقر يجب أن لا يعتبر مثلا كمصدر للبروتين، بل هو يعتبر إله يتعبد به الهنود داخل هذا البلد. نقطة النهاية، وهنا أشكركم على انتباهكم، وإلى الحصة القادمة إن شاء الله.